تعال نروح لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. نروح في ايه؟ الدكتور مصطفى بيتابع مشروعات تطوير وإعادة إحياء الكثير بصراحة من المناطق في محافظة القاهرة، وده مهم جدا. تطوير، إذن وديني بسرعة على صندوق التنمية الحضرية دكتور خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية. أهلا بيك يا دكتور. مساء الخير. مساء الفل، إزي حضرتك؟ الحمد لله تمام. يا رب تكون كل حاجة بخير. حجم التطوير اللي حصل والمتابعة اللي حاصلة ما بين الدكتور مصطفى مدبولي وحضراتكم على تطوير المناطق داخل القاهرة، ماشي في أي إطار؟ أخباره إيه؟ تطوراته واصلة لحد فين؟ والله الحمد لله، يمكن الناس حاسة وشايفة الفروق اللي بتحصل داخل القاهرة. يمكن يعني أسوأ أماكن كانت في القاهرة بقت أفضل الأماكن. الناس شافت سور مجرى العيون كان ايه وبقى ايه، الناس شافت حدائق الفسطاط اللي كانت عزبة ابو قرن دلوقتي بيحصل فيها ايه، صح. الناس شافت المناطق اللي داخل الحسين والدرب اللبانه والحاكم وباب زويله، الشكل بقى كان ايه وبقى ايه، والخياله وبطن البقره. بطن البقره، يعني الدنيا يعني بتتغير تغير يعني ب 180 درجه. فيعني من يعني دلوقتي بقى يحصل ايه، اللي كان أسوأ مكان بقى اجمل مكان، كان الاول ينظر ان هو أسوأ مكان، دلوقتي بقى هو يكشف السيء اللي حواليه. انا فعلا بعدي كتير جدا مثلا على سور مجرى العيون، ولاحظت ان هو مش اتغير، لا هو اتبدل، دي حاجة تانية خالص. اللي هو ايه يا والله انا بقى بكلم بأمانة، انا بقول لحضرتك انا اعرف ناس كويس جدا، اصدقاء جدا وزملاء جامعة، بيسألوني كده، هو البيوت اللي جوه دي للبيع، احنا عايزين نشتري. قلت لهم ما اعرفش يا جماعة، هي دي للبيع ولا الدولة عاملاها لسكان المنطقة ولا ايه؟ بس للدرجات دي يعني؟ قال لك ما احنا ما كناش نتصور ان هذا المكان يتحول الى هذا الشكل وبهذا القدر، فيصبح مقصد لناس دخلها نقدر نعتبره من الطبقة المتوسطة العليا يعني. هو فعلا لا للبيع فعلا، ودي عن طريق هذه القناة العمرانية، يعني اللي بشرى عليهم بقى يعني ان شاء الله للبيع منطقة سور مجرى العيون. وفي عندنا برضو جوهرة الفسطاط قدام حدائق الفسطاط، تخيل بقى انت بتطل على حديقة 500 فدان فيها كل شيء في العالم بره بنتمنى نزوره بره، وهيبقى موجود قدام عينيك في 500 فدان اللي هي حدائق الفسطاط، وجنبها مشروع للسجاوات ومشروع السكن بتاعها. يعني الحاجات دي كلها تبقى متاحه ان شاء الله للناس. طب ده شيء رائع، ده احنا كده نبدا على طول الحجز من دلوقتي. طب بخصوص مجرى العيون، انا لاحظت ان لسه في بعض المباني بتاعه زمان خالص لا زالت موجوده بس بعيده، هي على مدد الشوف كده، هل دي هيطالها او تطالها يد الصندوق ولا لسه شويه؟ النهارده كان اجتماع دوله الرئيس النهارده بيتكلم على منطقه السكر والليمون، الجيره وسكر الليمون اللي هي الحته اللي غرب حسن الانور، ازاي نطورها، ازاي ندخل فيها تدخل، ان في منطقه يعني في مناطق هناك لسه ما طلعهاش يد التطوير، لكن ما فيش حاجه مش هتطلع يد التطوير، سواء بالتغيير او اعاده التسكين او التطوير فيها بذاتها هي نفسها. فكل ده لا مش هيبقى عاملين حاجه يدينا تمد على حته وسامين الحته الثانيه يبقى بشكلها السيء، لا الموضوع كله محطوط له، يعني احنا بنعمل بؤر اشعاعيه كده، ومنها ننتشر بقى ونقدر نقول يعني نقدر نطور كل المناطق حواليها، يعني نقدر نعمل بؤر وننتشر منها ان شاء الله. يا مسهل، ده كده بقى معناه ان احنا هننزل حضرتك خلال الفتره الجايه عشان نروح نتفرج. متعودين دايما ننزل، احنا جاهزين. مش كده؟ احنا بنتعب حضرتك وبتقعد تلف معانا والله، وبنبقى والله انا ببقى قاعد يا جماعه مش كده يا جماعه، احنا كده يعني ايه، ما يصحش والله، لكن احنا بيبقى عشمنا كبير وبنبقى سعداء بان حضرتك موجود معانا في هذه الجولات. والله بيبقى يعني احسن رد على اي حد بيشكك في التطوير او بيشكك في حركه التنميه اللي بتحصل في البلد، هي ان الكاميرات من اماكن يعني موثوق فيها تنزل وتقول للناس اهو اتفرجوا بعينيكم، الموضوع مش كلامه بس، لا ده اتفرجوا بعينيكم واحنا موجودين في المكان. صحيح صحيح 100%. اشكرك جدا يا دكتور، واتمنى ان احنا نلتقي قريبا باذن الله ونقعد نتفرج سوا ونصور وننقل الصوره للناس.